بكل صدق وأمان، يعني ليست هناك أي مفاجآت بحكم أننا تعودنا على مشاهدة نفس الأسماء التي تحضر إلى معسكرات المنتخب الوطني، ما عدا غياب لاعب زياش لظروف إدارية أو ظروف شخصية أو ظروف بين المدرب واللاعب. هذه أمور تبقى يعني أسرار لي هي داخلية، لا يجب التحدث عنها بحكم أنني أحد يعني جمهور. أنا أعتبر الآن يعني واحد من الشعب المغربي، يعني متفرج محب للمنتخب الوطني. أولا كتأثر على اللاعب، لأن عندما لا يتم المداومة على هذا اللاعب فهو يحرم من المشاركة مع المنتخب المغربي، فقيمة اللاعب يعني تقل شيئا ما في السوق. أما بالنسبة للمدرب فهو يظل على رأس المنتخب، يحتفظ دائما بنفس الوظيفة، فالخاسر الأكبر هو اللاعب. شخصيا أنا أعتقد أن هذا خطأ. المشاركة في الكان يجب مواجهة فرق إفريقية، فهذا يعني ليس من الضروري، لأن المباراة الودية أولا تستفيد منها من ناحية التنافسية. عندما تلعب أمام منتخب إيران، وأنا أعلم جيدا تشكيلة المنتخب الإيراني بحكم تواجدي أو بحكم يعني تواجدي بقطر لمدة 10 سنوات، بكل تأكيد أن المنتخب المغربي سيستفيد من هذه المباراة ضد مباراة إيران. اللاعب الإيراني فهو لاعب قوي البنية الجسمانية، يعني مثله مثل اللاعب الإفريقي، يمتلك يعني أكثر من 3 لاعبين مهاريين، ولديهم كذلك السرعة في الخط الأمامي. فلماذا نطرح السؤال لماذا المنتخب المغربي يلعب أمام المنتخب الإيراني؟ فهذا خطأ. نذهب إلى المنتخب الفنلندي. المنتخب الفنلندي دائما كان من يعني المنتخبات القوية من الناحية البنية الجسمانية. فأقول وألخص على أن المباراتين الوديتين ضد المنتخب الإيراني والمنتخب الفنلندي سيستفيد منها يعني بنسبة كبيرة جدا المنتخب المغربي قبل مواجهة الفرق الإفريقية. يصعب الحديث على هذه الأمور، يعني هذه أشياء لا يعلمها إلا الله. الحظوظ فهي وفيرة لكل المنتخبات، في كل النهائيات دائما تقع مفاجآت من طرف بعض المنتخبات اللي هي بسيط مستواها بسيط، ويعني سمعتها على الصعيد الإفريقي ليست بسمعة المنتخب المصري أو المنتخب الكاميروني أو المنتخب الإيفواري. الحظوظ تبقى وافرة لكل المنتخبات. أنا أعتقد إذا ما ذهب المنتخب المغربي إلى الكامون وكانت هناك رجولية على أرضية الملعب، وأنا لا أتحدث عن الإمكانيات الفردية لكل لاعب مغربي، اللاعب المغربي فهو من أحسن بشهادة مصريين وبشهادة تونسيين وبشهادة ليبيين وبشهادة حتى الأفارقة. يقولون على أن اللاعب المغربي أحسن مهارة من اللاعبين الآخرين، لكن هل المهارة تكفي اليوم في الكرة العصرية؟ لا، يجب لياقة بدنية، يجب أن تكون لديك رغبة أكبر من الخصم لكي تفوز في المقابلات. أتمنى أن تكون هناك روح قتالية على أرضية الميدان، أتمنى أن تكون أجواء جيدة من ناحية العلاقة بين اللاعبين، وكذلك يكون هناك تواصل جيد بين المدرب واللاعبين، وخصوصا العلاقة الطيبة التي تسود اللاعبين، أن لا يكون هناك مجموعات. صحيح أن في بعض الأحيان تجد على أن هناك مجموعة جالسة من الجالية الفرنسية مثلا، لا أقول أعوذ بالله مش ترجم، لا أقول جالية فرنسية، لكن أقول لاعب مغربي مولود بفرنسا، فالشيء طبيعي أنه سيتحدث مع لاعب آخر يتحدث الفرنسية. اللاعبين المتواجدين بهولندا كذلك، هذا شيء طبيعي، لكن أن يكون هناك مشكل بين هذه المجموعة وتلك المجموعة فهذا هو أخطر شيء في كل المنتخبات، ليس فقط المنتخب المغربي. مع الأسف يعني نعيش دائما على الماضي. أنا أتمنى فقط أن ننسى 2004، لأن من 2004 اليوم إلى يومنا هذا 2016، يعني مرت 12 سنة ولم نحقق أي شيء، ونقول على أن المنتخب المغربي قد حقق شيء رائع جدا، يعني وصلنا إلى النهائي لكن انهزمنا في المباراة الأخيرة، يعني المباراة النهائية.
يبقى إنجاز بالنسبة للكرة المغربية، لأن الكرة المغربية فازت فقط مرة واحدة بكأس إفريقيا سنة 1976، وبعد كل هذه السنين يعني تأهلنا إلى النهائي. إلى متى سنظل نتحدث على هذه على 1976 ونتحدث على 2004 بوصول المنتخب المغربي إلى النهائي وانهزامه أمام المنتخب التونسي؟ يجب التفكير في المستقبل، أما الماضي فنأخذ منه فقط الأمور اللي هي سلبية وليست الأمور الإيجابية. لتحسين الوضعية الكرة المغربية يجب أخذ الأمور السلبية، أما الأمور الإيجابية فهي تظل يعني في محيط المنتخب المغربي. الطريفة فهي وقعت المنتخب المغربي ككل، وقعت المسؤولين ككل. ذهبنا إلى تونس بثلاث يعني أخمسة، يعني قميصين أعتقد للمباراة الأولى، قميصين للمباراة الثانية، وكذلك قميصين للمباراة الثالثة. يعني لم نتوقع على أن المنتخب المغربي، أنا لا أتحدث عن اللاعبين، فاللاعب لم يتوقع حصول ما حدث في 2004، لكن المسؤول كذلك لم يتوقع على أن المنتخب المغربي سيتأهل إلى الدور الثاني ومن ثم إلى النهائي. فوقع مشكل هو كيف سيدبر المسؤول هذه الوضعية. يعني فأصبحت هناك اتصالات بالمغرب، يجب تجهيز أقمصة أخرى جديدة لأن المنتخب المغربي قد تأهل إلى الدور بعد المجموعات. فهذه من بين الطرائف اللي وقعت المنتخب المغربي. أنا شخصيا لا أنسى رحلة تقريبا كان فيها دوز اسكال، اعتقد مالاوي، واعتقد مالاوي يعني 22 ساعه على متن الطائره الحربيه. فهذه من بين الامور اللي صراحه عمري ما انساها.